المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بمناسبة افتتاح المركز الصحي في مخيم المزرق للنازحين بمديرية حرض محافظة حجة. إلى التفاصيل. تتويجا للتعاون القائم بين بلادنا والمنظمات المانحة العالمية، فقد تم إقامة مركز صحي في حرض للنازحين والمجتمع المضيف بتمويل من الحكومة الفرنسية. هذا ما أكده المؤتمر الصحفي الذي عقدته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في اليمن، والذي سلط فيه الضوء على معاناة النازحين في بلادنا وشكل مشكلة خطيرة في الوقت الراهن، خاصة النازحين من الدول المجاورة. أن وزارة الصحة في فترة الأزمة التي مرت بها البلد قد أقامت جسور وعلاقات وطيدة مع الجهات المانحة والمنظمات الدولية لمواجهة أزمة النزوح الذي حصلت خلال العامين الماضيين ومن مناطق مختلفة من محافظة صعدة ومن محافظة عدن، وكذلك مواجهة تحديات قدوم أعداد كبيرة من اللاجئين من الساحل الأفريقي. بأن منطقة تنفيذ المشروع منطقة صعبة العيش فيها وصعب التعايش أيضا، وبالتالي افتتاح مثل هذا المشروع في هذه المنطقة، وهذا المركز لديه الآن القدرة للتعامل مع 150 مريض في العيادات الخارجية. السفير الفرنسي بصنعاء بدوره أكد مواصلة دعم فرنسا لبلادنا في جميع المجالات، ومنها قضية النازحين التي تشكل هما إنسانيا ومحليا وإقليميا ودوليا. Combien loin nous à l'égard des problèmes collectifs. علينا جميعا أن نتعاضد اليد باليد لكي نساهم في استقرار اليمن. فرنسا أعطت ما يقارب 59 مليون للمنظمة منظمة الإغاثة الإسلامية كدعم غذائي للنازحين في أبيان وفي لحج. إقامة مثل تلك المراكز الصحية خطوة هامة نحو تخفيف معاناة النازحين الذين يقطنون مناطق ريفية قد تبعد عنها الرعاية الصحية المتوفرة في المدن، كما أن هذا المركز سيسهم في تخفيض معدلات الوفيات في أوساط الأطفال والأمهات وتحسين الوضع الصحي للسكان.